يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. تحيه لكل اهلاويه في بدايه حلقه جديده من السادسه على شاشه الاهلي. اهلا بيكم في بدايه حلقه النهارده. موضوعات كتير واحنا بنبدا ونتكلم في العد التنازلي والميركاتو او موسم الانتقالات على مستوى العالم كله بدا يسخن، ويمكن كمان في السعوديه النهارده في ضربه من العرض الثقيل، والكلام على طبعا صفقه انتقال نيمار نجم البي اس جي وبرشلونه السابق لفريق الهلال، اضافه بالتاكيد كبيره جدا لنادي الهلال وللدوري السعودي. كلام كتير انا عارف على الدوري السعودي اليومين دول على السوشيال ميديا، لكن كمان ما تنساش ان في صفقتين مهمين جدا بيحصلوا في الدوري الانجليزي. بس قبل ما نروح ليهم وهكلمكم عنهم، وخصوصا افتكروا الاسم ده كويس لانه يمكن مش من الاسماء اللامعه قوي او مش من الاسماء النجوم الكلاس ايه يعني، لكن افتكر كويس قوي اسم لوكاس باكيتا. لوكاس باكيتا صفقه السيتي الجديده المنتقله من ويست هام يونايتد. بيقال يعني انه صفقه تخطت ال 100 مليون يورو، وبنتكلم في حوالي 110 مليون يورو عشان تكون واحده من اغلى الصفقات اللي حصلت في تاريخ البريمير ليج. وصفقه ثانيه كان في صراع كبير جدا عليها بين الكبيرين بين تشيلسي وليفربول اللي تقابلوا امبارح وانتهت مباراه بالتعادل 1-1 واقتربت بشكل كبير جدا من الانتهاء لصالح تشيلسي. الصفقه دي كان مقدم فيها ليفربول 110 مليون يورو، وتشيلسي رفع العرض بتاعه ل 115 مليون يورو. واللاعب اللي بتكلم عليه هو كايسيدو او موزيس كايسيدو، لاعب عنده كام سنه؟ عنده 21 سنه. 21 سنه. صفقه هتفضل حوالي 10 سنين، وفي ناس كتير جدا بتراهن على موزيس كايسيدو عشان يكون واحد من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي في السنوات اللي جايه. انا براهن على باكيتا الحقيقه. باكيتا لاعب هيصنع الفارق ويليق بمدرسه البيب جوارديولا في مانشستر سيتي، واعتقد ان هو يمكن على مستوى الموسم الاوروبي. سيبك اركن صفقات السعوديه على جنب، صحيح اسماء بالعار الثقيل واسماء كلها كانت نجوم، لكن تقدر تقول كده نجوم مرحله وانتهت. يعني كل الناس اللي كانت بتنافس على البالون دور خلاص فصل اتقفل وبيتفتح فصل جديد، ونستنى بقى نشوف كيليان امبابي مع ايرلينج هالاند مع انتوني في اليونايتد مع لوكاس باكيتا مع فيل فودن مع محمد صلاح مع النجوم الكبيره في كتابه فصل جديد في تاريخ كره القدم. لكن ميسي، رونالدو، بنزيما، نيمار لقد كان او كان فيه وخلص زي ما احنا بنقول عندنا في مصر. في النهايه طبعا مش تقليل من اسماء النجوم، لانه اسماء نجوم بالتاكيد من عرض تقيل، لكن هل تساوي قيمتهم السوقيه الارقام اللي دفعت فيهم؟ دي قصه ثانيه. وطبعا من حق الانديه السعوديه انها تبص الامور بالشكل اللي يخدم مصالحها، لكن في النهايه والكلام ده انا قلته قبل كده، التجربه مش ممكن تحكم عليها دلوقتي. وفي النهايه اللي يحكم على نجاح التجربه مش وجهات نظر ولا اراء شخصيه بقدر ما هو القدره على استمرار التجربه ونجاحها. لما قلت لحضراتكم انه الانديه في اوروبا بتدفع ارقام كبيره جدا وممكن تشتري صفقات من عرض تقيل، زي ما بنتكلم على السيتي اشترى جريليتش بكام، اشترى لوكاس باكيتا بكام، زي ما بنشوف تشيلسي دفع في او هيدفع في كايسيدو كام، وغيرهم من النجوم زي ما بنشوف بايرن دفع في هاري كين كام. القصه هنا مش قصه مصادر دخل بقد ما هي قصه منظومه عندها المقدره على انها توفر احتياجاتها الماليه من البيزنس نفسه، من صناعة كرة القدم نفسها، من الاستثمار في البنية التحتية في الجماهيرية، وبالتالي يبقى في حقوق بس ويبقى في حضور جماهيري ويبقى في بطولات تجيب أرقام كبيرة جدا تخلي الأندية دي قادرة على أنها توفر مصروفاتها الفلكية. طبعا تتكلم على أرقام بالمليارات، نادي بحجم ريال مدريد، نادي بحجم مانشستر سيتي، نادي بحجم مانشستر يونايتد، نادي بحجم يوفنتوس، بايرن ميونخ، دي انديه قيمتها الذاتيه قيمتها نفسها من غير ما حد يضخ فيها اي استثمار من اي نوع تقدر بالمليارات. فهي الفكره انه يبقى المنظومه نفسها اللي عندها القدره على توليد رؤوس الاموال اللي تقدر بيها تحافظ على استمراريتها ونجاحها. لما تيجي تشوف بطوله، وما ينفعش ابدا تقارن بطوله ببطوله، كل بطوله ليها ظروفها ومعطياتها والايام بتدور. يعني الانجليز كانوا متاخرين جدا، بريمير ليج اللي هي النهارده اهم بطوله على مستوى العالم كانت في سنه من السنين واحده من اسوأ البطولات، وكانت الكوارث والمشاكل اللي بتحصل فيها كبيره جدا، وكانت القاعده الجماهيريه اللي بتتابعها على مستوى العالم ضعيفه جدا في مواجهه
دوريات تانية زي الدوري الإيطالي مثلا أو زي الدوري الأسباني في فترة من الفترات، لكن قدروا يصلحوا من نفسهم وقدروا يشتغلوا على البطولة، على المنتج اللي بيصدروه، وأصبح النهاردة المنتج المطلوب رقم واحد على مستوى العالم كله. لكن ده ما يقللش أبدا مثلا من قيمة ريال مدريد، ولا أنه ريال مدريد هو بطل الأبطال. صحيح الأندية الإنجليزية والبطولة الإنجليزية هي رقم واحد على مستوى العالم، لكن ده لا يقلل من اسم ريال مدريد، لا يقلل أبدا من اسم بايرن ميونخ، لا يقلل أبدا من اسم بي اس جي حتى في السنوات الأخيرة، ولا يقلل من أسماء أندية إيطالية زي الميلان والإنتر واليوفي مثلا على سبيل المثال، لأن المقارنات هنا ما تنفعش. ومع كامل الاحترام طبعا النجوم دول أكيد طبعا الدوافع اللي كانت موجودة عندهم، يعني لما أتكلم على بنزيما وهو بيلعب في ريال مدريد أهم وأفضل وأكبر نادي على مستوى الكرة الأرضية ويقرر إنه يرحل فيتجه للسعودية، بالتأكيد يعني ما فيهاش فصال، ما كانش الدافع الأساسي هو الطموح. يعني الراجل مش جاي يدور على بطولات، ولا نيمار ولا فيرمينيو ولا فابينيو ولا انجولو كانتي ولا أي اسم من الأسماء اللي بتلعب، ولا كريستيانو رونالدو. فهي القصة في النهاية إنه قصة إنه الناس دي عارفة كويس قوي إنها ما قدامهاش كتير في ملاعب كرة القدم، وبالتالي الدافع الأساسي والمحرك ليهم هو المادة. لكن هل وجود الأسماء دي يرفع من قيمة الدوري السعودي؟ بالتأكيد. لكن هل هو ده الأهم؟ لا، بالتأكيد الأهم من ده إنه يكون في مردود لمشاركة الأسماء دي والنجوم دول على المستوى الفني للبطولة وعلى المستوى الفني للأندية السعودية، ونشوفها وهي بتستفيد من الأسماء دي عشان تقدر تنافس على المستوى القاري وتقدر تنافس على المستوى الدولي زي ما الأهلي بيعمل من سنين، على فكرة بإمكانيات أقل كتير. لكن هنا الفارق الوحيد لما باجي أتكلم على الأهلي هي فكرة الجماهيرية، فكرة الشعبية اللي مش موجودة مثلا عند أي نادي في السعودية. يعني إحنا الخلاف في الأهلي على حجم الشعبية والجماهيرية، الخلاف بس على حجم الشعبيه والجماهيريه، في ناس ممكن تقول لك 60 مليون، في ناس تقول لك 70 80، في ناس ممكن توصل ل 90 مليون مشجع اهلاوي. يعني الخلاف بين الاهلاويه بينهم وبين بعض على حجم الجماهيريه يخش له في 20 30 مليون، اللي هو حجم جماهير الكره في السعوديه كلها. الشعبيه والجماهيريه دي بالتاكيد تصنع الفارق. ففي حاجات كتير جدا لا يجوز فيها المقارنه. طيب على كل الاحوال هنتكلم على البطوله في النسخه الجديده، بطولتنا بطوله الدوري المصري اللي قدمت وصدرت للعالم كله طبعا اسماء كبيره، ودي واحده من اهم مميزات الدوري المصري اللي يمكن تكون مش موجوده في دوريات كتيره جدا في المنطقه العربيه وفي افريقيا، او بلاش افريقيا، افريقيا قدمت اسماء كتيره برضه، لكن خلينا نقول على مستوى المنطقه العربيه. عبد الستار صبري، حازم امام، حسام غالي، عمرو زكي، احمد حسام ميدو، محمد زيدان، احمد حسن، وصولا بقى يعني والقائمه تطول، هاني رمزي، ياسر رضوان، سمير كمونه، يعني قائمه تطول من اسماء التجارب الناجحه، محمد عماره، مش عايز انسى حد بصراحه، لعيبه كتير جدا لعبت في اوروبا، واحمد حسام ميدو، وصولا لصلاح والنني طبعا، والجيل الجديد من المصريين الموجودين النهارده بنتكلم على اسمه عمر خضر، اعتقد عمر خضر راح واستهام، واحد لاعب مصري انا ما شفتوش بس كل الناس بتشيد جدا بامكانياته، النهارده بالفعل عمل فتره معايشه وانتقل بالفعل لويست هام يونايتد. فقدرتك ايضا على انك انت تطلع او تستفيد بفكره انه البطوله المحليه تقدر تفرز عناصر تسافر بره وتنجح بره وتكتب قصص نجاح تفيد الكره المصريه والمنتخب المصري، دي برضو واحده من الحاجات اللي لازم تتاخد في الاعتبار. طب نروح لاخبارنا. واحد طبعا انا قلت لكم انه اغلب لعيبه الاهلي او كل لعيبه الاهلي ان شاء الله مع العوده للتدريبات يوم 24 وبدايه فتره الاعداد هيبقوا ان شاء الله باذن كل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبتي بلا استثناء، باستثناء لاعب واحد بس هو خالد عبد الفتاح اللي هيعود لتدريبات الاهلي في شهر نوفمبر اللي جاي، وطبعا الجهاز الطبي بيسعى انه يجهز خالد عبد الفتاح عشان يقدر يعود بدري للتدريبات الجماعيه، واحد من اللعيبه اللي مثلت اضافه، واحد من اللعيبه الجواكر، وان شاء الله باذن الله يرجع بالسلام. النهارده حسم بشكل نهائي طبعا تجديد محمد مجدي قفشه، واحد من نجوم الاهلي الكبار والمؤثرين في المواسم الاخيره، وواحد من اللعيبه اللي كتبت اسمها ما فيش شك بحروف من نور، النهارده بيتم الاعلان عن تجديد محمد مجدي قفشه لمده 3 مواسم. تفرق طبعا، قفشه من اللعيبه اللي عندهم بصمات كتير، واحد مع النادي الاهلي ده ما فيش شك، ورصيد كبير جدا عند الجماهير، ممكن يبقى في ابس اند داونز، ده وارد جدا يعدي بيه اي لعيب، اتمنى ان شاء الله ان لما الباب ده يتقفل
بتأثر بشكل إيجابي كبير مع اللعيبة، وأعتقد أنه أفشة قادر إن شاء الله يكون يعني يمثل إضافة كبيرة للأهلي في السنوات الثلاثة اللي جاية. عندنا ماتش، عندنا كلام كتير على طبعا محمد مجدي أفشة. طبعا القضية ممكن هي أهم وأعظم لحظاته، لكن طبعا ده ما يقللش من دوره الكبير، وخصوصا الموسم اللي فات أو النص التاني من الموسم اللي فات مع مارسيل كولر، شفنا أفشة بشكل في تركيز أكبر، في دوافع أكتر، في تطور أكتر على المستوى الأدوار اللي بيلعبها في الملعب، وبالتالي إن شاء الله يكون واحد من أهم أوراق مارسيل كولر في الموسم اللي جاي. عايز أكلمكم النهاردة شوية عن أوضة اللبس في نادي الأهلي، وعايز أكلمكم عن مارسيل كولر. موسم في عندنا دايما لما بيطلع برنامج جديد بيتعمل حاجة اسمها هنعمل حلقة بايلوت، حلقة على مستوى الإنتاج، تعمل حلقة ما بتطلعش للجمهور بس على مستوى الكرو بتاعها والإدارة بتاعت القناة تقدر تشوف شكل البرنامج. أنا بشوف إن الموسم اللي فات ده هو الموسم البايلوت بتاع مارسيل كولر. الموسم الأول لمارسيل كولر يبدأ إن شاء الله من الموسم اللي جاي. تعالوا نقرأ النهاردة وندخل أوضة اللبس ونشوف شكل السكواد عامل إزاي وتفكير مارسيل كولر والأوراق اللي ممكن تكون بتمثل إضافة سواء من الأسماء اللي عادت أو من الصفقات الجديدة هنتكلم فيها في حلقة النهاردة. طبعا اتكلمت معاكم على انتقال عمر خضر من زاد، طبعا من نادي زاد لأستون فيلا. النهارده كمان تم حسم صفقة انتقال نيمار، طبعا نيمار جونيور من بي اس جي لصالح الهلال، صفقة جماهيرية بالتأكيد هتأثر بشكل كبير جدا على مستوى متابعة الدوري السعودي. نتمنى انه نيمار يكون عنده ما يقدمه مع الهلال في الفترة اللي جاية، واحد من أكبر الأسماء في أوروبا، 10 سنين مع 2 من أكبر الأندية، سواء 4 مواسم مع البارسا أو 6 مواسم مع البي اس جي هنتكلم فيهم النهاردة. بس خلونا قبل ما نكمل حلقتنا ونستقبل ضيوفنا، هيكون معانا مات جارفيس واحد من نجوم أستون فيلا والولفز السابقين، هيكون ضيفنا من خلال فيديو كونفرنس في السادسة، لكن بعد الفاصل. واحد بالتأكيد من نجوم الدوري الإنجليزي، وكان نجم طبعا من نجوم ويست هام يونايتد وأيضا وولفرهامبتون، لعب وسجل وتألق في ملاعب إنجلترا. مات جارفيس هو ضيفنا ونجمنا في السادسة من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. خلينا نستقبله ونرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا. أهلا وسهلا بيك في السادسة، وشكرا على مشاركتك معنا على شاشة النادي الأهلي. شكرا، شكرا جزيلا، الشرف لي. مش عارف انت شفت الاهداف اللي احنا عرضناها دلوقتي ولا لا، بس طبعا كلها اهداف مميزه جدا واكيد رجعت لك ذكريات كتير، بس خليني يعني اشيد بالهدف الاخير لانه هدف صعب جدا جدا ورائع جدا الحقيقه. كل الناس وهي بتتابع الويلكم كليب يعني كلها استمتعت بمجموعه الاهداف اللي احنا عرضناها لك دلوقتي. شكرا جزيلا. هي ليست فقط ذكريات وانما ارجعتموني لايام حديثه، انا سعيد بهذه الايام. طبعا خليني ابدا معاك، هو الهدف ده اللي كنت بتكلم عليه الحقيقه، هدف صعب جدا، زاويه صعبه جدا، تسديده رائعه حقيقه، يمكن ويعني يمكن اكتر حاجه لفتت نظري انك انت كمان يعني بتجيد التسديد بقدميك اليمين والشمال بنفس الجوده وبنفس السنس، ودي حاجه نادرا ما بنشوفها دلوقتي. نعم نعم، هذه حقيقة. أنا كان لدي فرصة حينما كنت شابا أن ألعب على الجانب الأيمن وأن ألعب برجلي اليسرى وأن ألعب على الجانب الأيسر أيضا، فاعتدت على التسديد بكلتا القدمين. نعم هذا ليس سهلا وهذا نادرا فعلا، ولكن إذا أردت أن تلعب في البريمير ليج يجب أن تكون لائقا ومناسبا لمثل هذه المحافل. صحيح. خليني أبدأ معك بالميركاتو قبل ما أتكلم على انطلاقة البطولة وبداية استمتاعنا بالدوري الأهم والأقوى على مستوى العالم. خليني أكلمك على الميركاتو، سواء الأسماء أو أهم الأسماء اللي رحلت أو أهم الأسماء اللي تم التعاقد معها وانتدابها في صفوف الأندية الإنجليزية. وهبدأ الحقيقة بنجم إنجلترا ونجم توتنهام السابق هاري كين، طبعا اللي انتقل لصفوف البايرن ميونخ. إزاي شفت الصفقة وإيه هو مدى توقعك لنجاح كين في البوندسليغا مع العملاق البافاري؟
هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي بالفعل. بكل تأكيد البطولة خسرت هاري كين، هو أراد أن يجرب شيئا جديدا، تجربة جديدة، وبايرن ميونخ هو نادي كبير، فريق ضخم جدا، فاز ويفوز ببطولات مختلفة، وهذا جيد لهاري كين. من الجيد أن ينتقل لنادي كبير، وهذا يعتبر تطوير لمستوى أو تطور في مسيرة ومستوى هاري كين. ما كان ينقص هاري كين هو الفوز بالألقاب والفوز بالبطولات. يمكن عدد كبير من اللاعبين في إنجلترا وفي أندية كبيرة يمكن يكون أهمهم أو أبرزهم ليفربول وتشيلسي، عدد كبير من الأسماء رحلت للدوري السعودي لأندية مختلفة، يعني منهم على سبيل المثال فيرمينيو، ساديو ماني طبعا هو جاي من بايرن ميونخ لكن كان واحد من نجوم البريمير ليج، فابينيو، نجولو كانتي، كاليدو كوليبالي وغيرهم من الاسماء. ازاي شفت تاثير رحيل العدد ده من اللاعبين على الدوري الانجليزي، وايه توقعاتك للاسماء دي في اول موسم ليهم في الدوري السعودي؟ اللاعبون الذين رحلوا هم لاعبون مهمون، لاعبون دوليون، قضوا مدة طويلة في الدوري الإنجليزي وتركوا علامة مؤثرة في الدوري الإنجليزي، وخصوصا أعتقد ما قاموا به في الدوري الإنجليزي كان نجاحا، ولكن إذا كان الأمر أن يذهبوا فأعتقد أن هذا كان لدواعي مالية، هم ينظرون لمصلحة عائلتهم. فالدوري السعودي الآن هو دور مذهل، الآن قاموا باستقدامات كبيرة، أعتقد أنهم يعملون على إسعاد جماهيرهم وينافسون الدوريات الكبرى خصوصا البريمير ليج الآن. وما رأينا الآن من استخدامات، فإنهم يسعون لذلك عن طريق استخدام أكبر اللاعبين في العالم، واللاعب يقرر أين سيذهب، وهذا بالطبع قبل انتهاء فترة الانتقالات. طيب لو كلام طبعا في طبعا عندنا أسماء تانية رحلت، يعني جوندوجان رحل لبرشلونة، كلام على برناردو سيلفا ما زال قائم، وخصوصا بعد صفقة لوكاس باكيتا. خلينا نتكلم على أهم الأسماء والانتدابات من وجهة نظرك، أهم الصفقات اللي قامت بيها أو اللي أنت تراهن عليها أنها تظهر كنجوم كبيرة في الدوري الإنجليزي في النسخة الجديدة في السيزن ده، ويكون ليها تأثير مع فرقها بشكل كبير. حسنا، هذا سؤال صعب جدا. أعتقد أن من الواضح أن مانشستر يونايتد هم يأسون الآن لتوقيع أي صفقات، ولكن ميسون ماونت سيكون مؤثر، جيمس ماديسون لتوتنهام هو صفقة كبيرة بالفعل، هو لاعب رائع. أنا مندهش أن لا يوجد أي نادي إلا توتنهام أراد ماديسون. أعتقد أن رحيل غوندوغان ورحيل برناردو سيكون ضربة كبيرة للدوري الإنجليزي، ولكن يوجد الكثير من اللاعبين لديهم الطموح الكبير. كما قلت، باكيتا حينما انتقل لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي لديه الفرصة لتوقيع عدد آخر من اللاعبين، وأتوقع لهم النجاح في هذا الموسم. موزيس كايسيدو أو كايسيدو، اللاعب الإكوادوري البالغ من العمر 21 عام، واللي كان عليه صراع كبير جدا بين تشيلسي وبين ليفربول، انتهى على حد معلوماتي لصالح تشيلسي. رأيك في هذه الموهبة الشابة، وهل تستحق الضجة اللي خلت بعض المحللين يشوفوا أنه هيكون أهم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في السنوات اللي جاية؟ نعم، هو لاعب مذهل ولاعب رائع، هو ليس فقط لعبا شابا. أعتقد أن برايتون وقع مع كايسيدو لأربعة ملايين جنيه استرليني، ولكن قاموا ببيعه بمبلغ كبير، فأعتقد أنه صفقة كبيرة. هو لديه هامش تطور رائع بالنظر لما حققه في الدوري الإنجليزي في مدة قصيرة،
أعتقد أن هذا التوقيع سيكون وهذه الصفقة ستكون من أهم الصفقات في تاريخ تشيلسي. أن المدير الفني لتشيلسي قادر على تطوير كايسيدو بشكل أكبر. طيب هختم قصة أو ملف الانتقالات بسؤالين. أفضل نادي من وجهة نظرك استغل فترة الميركاتو أو موسم الانتقالات لإبرام صفقات، أفضل صفقات أبرمها نادي في إنجلترا؟ والجزء الثاني من السؤال هو من وجهة نظرك شايف الصفقات دي إزاي ممكن تكون مؤثرة على مستوى المنافسة في الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد؟ نعم. أرسنال هو لديه الصفقة الأهم ديكلان رايس، ستكون صفقة هامة. مانشستر يونايتد أيضا سيكون إذا أنهى مع لاعبين أو ثلاثة سيكون منافسا قويا على البطولة، ولكن الأبرز حتى الآن نيوكاسل. نيوكاسل لديه فريق، وأستون فيلا لديه قام باستخدامات جيدة مناسبة، ليست كثيرة ولكن مناسبة للفريق نوعا ما، خصوصا مع ثنائي المدربين إيدي هاو. فبالتالي الفريق الآن أستطيع أن أقول أن نيوكاسل سيكون منافس مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بالطبع يتطور، ولكني سأقول أرسنال هو الأبرز في فترة الانتقالات الحالية فقط، واعتقد انه سينهي في الاول ومانشستر يونايتد الثانيه. يعني توقعاتك ان الموسم ده برضو يكون نسخه من الموسم الاخير اللي كانت فيه المنافسه بشكل اساسي يعني بين السيتي والارسنال؟ اعتقد ان هذا قريبا. اعتقد ان مانشستر سيتي نعم سيتنافسه بالطبع، الأمر سيكون قريبا جدا مقارنة بالموسم الماضي. سيكون هناك بعض الأندية المتداخلة في المربع الذهبي. مانشستر يونايتد سيكون قريبا جدا من المنافسة مع مانشستر سيتي وأرسنال. نعم أقول. طب يعني بمناسبة انطلاق الدوري الإنجليزي امبارح كان في مباراة تشيلسي والليفر، والاثنين يمكن من الفرق اللي عانت شوية الموسم الأخير، رأيك في فرصهم على المنافسة على البطولة السنة دي، وإزاي شفت المواجهة الأولى بينهم امبارح اللي انتهت بالتعادل 1-1؟ حسنا، أنا لا أراهما سيتنافسا على الدوري هذا الموسم، ولكن أرى أنهم سيتحسنا عما كان العام الماضي. أعتقد أن تشيلسي خصوصا لديه مدير فني جديد يستطيع أن يتطور، يستطيع أن نرى فريق أكثر حضورا. جيمس وتشيلويل قد عاد من جديد، أعتقد أن الاعتماد سيكون عليهما بشكل كبير. ليفربول الآن قام باستخدامات جيدة، أعتقد أنها ستكون مفيدة للفريق، ستطور الفريق. ولكن بما ما رأيناه في المباراة الأمس، الفريقان قد خسرا نقطتين. لقد خسر النقطتين، استطيع ان اقول. اللقطه بتاعت صلاح يمكن اثارت جدل كبير في انجلترا، لقطه خروجه من المباراه، تغييره في الدقيقه 77 اعتقد بأليت في الوقت ده، حتى لدرجه ان شفت تصريحات كتير لنجوم الدوري الانجليزي، روي كين اللي يمكن يعني هاجم شويه، مش عايز اقول هاجم، كان اجريسيف شويه مع صلاح، على العكس تماما كان مايكل اون اللي شاف انه صلاح قدم واحده من المباريات الجديه الجيده مع ليفربول في انطلاقه الدوري، عمل اسيست كان خطير، سجل لكن طبعا الهدف الغي. شفت اللقطه دي ازاي، وشفت حاله الجدل اللي اثيرت على تغيير محمد صلاح في ماتش تشيلسي امبارح ازاي؟ ليس لدي أي مشكلة مع أي لاعب ليكون غاضبا من تغييره، هو أي لاعب يريد أن يحقق رقما خاصا به. من الواضح أن محمد صلاح كان مستاء، وأنا على ما يرام مع ذلك، وأستطيع أن أقول
أنه يجب أن يتفهم أن عليه أن يدعم فريقه وأن مدير الفني يجب عليه أن يدعم لاعبه، ولكن محمد صلاح من الطبيعي أن يحزن، ولكن يجب عليه أن يكون أكثر تعاونا مع فريقه. طيب ما فيش خلاف، وإن كان ليك وجهة نظر مخالفة طبعا يهمني أسمعها، لكن ما فيش خلاف على أنه إيرلينج هولاند كان يمكن الصفقة الأهم واللاعب الأبرز في النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. نمرة واحد، هل تتوقع استمراره بنفس القوة في الموسم اللي جاي؟ وخليني بعد ما أسمع ردك أقول لك نمرة اثنين. نعم، هو عملاق، هو لاعب رائع، أستطيع أن أقول أنه سيستمر في إحراز الأهداف، سيستمر في تكسير الأرقام القياسية. نعم، قد أحرز هدفين في أول مباراة بأقل مجهود. نعم، سيستمر بلا شك، إلا أن لا قدر الله أن أصيب، فأستطيع أن أقول أنه سيستمر ويكون هداف الدوري الإنجليزي بدون هاري كين. فستكون المرحلة القادمة صعبة لأي منافس لإيرلينغ هالاند. لديه فرصة جيدة ليتابع مسيرته كأكثر اللاعبين تهديفا في الدوري الإنجليزي. طيب مين من الأسماء اللي هقولها لك دلوقتي تتوقع أن يقدروا يعملوا نفس الانطلاقة اللي عملها إيرلينغ هالاند الموسم الأخير؟ لوكاس باكيتا صفقة مانشستر سيتي الجديدة، تشيلويل صفقة تشيلسي، ميسن ماون صفقة مانشستر يونايتد، ديكلين رايس، أم موزيس كاسايدو. أنا قلت موزيس كاسايدو في الأول صفقة تشيلسي الجديدة. مين من دول تتوقع أنه يكون هو نجم الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع نادي الجديد؟ لا أستطيع أن أقول أني سأقول أي واحد منهم مقارنة بما فعله إيرلينغ هالاند، لا مقارنة. بالفعل قد قام بشيء، أستطيع أن أقول أن قام بشيء مذهل، من الصعب مقارنة به، وليس من الضروري أن يحققوا هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت ما حققه إيرلينغ هالاند، أو أن يتألقوا بنفس مستوى التألق، ولكن عليهم أن يبدأوا موسما جيدا وأن يحققوا إنجازا لفريقهم. إذا كنت سأقول أي اسم سأقول ميسون ماونت، لديه فرصة جيدة ليحدث تأثيرا كبيرا مع مانشستر يونايتد. أنا نسيت طبعا جيمس ماديسون، أنا بشوفه من سنين فاتت الحقيقة واحد من أفضل لاعبين الدوري الإنجليزي، وأتمنى أنك أنت طبعا يعني تستمتع بانطلاقة الموسم الجديد زي ما العالم كله النهاردة بيستمتع بالبطولة ككل بصرف النظر عن الفريق اللي بيشجعها. أنا لعبت مع جيمس ماديسون، هو لاعب رائع، أنا زملته في الفريق. أستطيع أن أقول حينما ينزل للملعب فيستمتع الجميع. هو أستطيع أن أقول من سوء الحظ أن غادر هاري كين توتنهام قبل قدوم جيمس ماديسون. بالنسبة لي سيكون أمرا رائعا. أستطيع أن أقول جيمس ماديسون مقابل 40 مليون جنيه، هذا أمر مذهل لتوتنهام. النجاح الذي سيحققه سيكون رائعا. نعم، أتفق معك، جيمس ماديسون نسينا ذلك، هو اللاعب الأبرز في هذه الصفقات. صحيح. مات جارفيس بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، بتمنى لك التوفيق وبتمنى لك مشاهدة ومتابعة ممتعة للدوري الإنجليزي. من الدوري الإنجليزي نروح للدوري المصري وبداية موسم جديد، أوضة اللبس في نادي الأهلي مارسيل كولر سيزن 1، وهنتكلم بالتأكيد على المنتج. النهاردة إحنا عايزين نتكلم على النسخة الجديدة من الدوري المصري مع انطلاقة موسم جديد، إيه اللي إحنا نتوقعه، إيه اللي إحنا ننتظره، إيه شكل وحجم التطوير اللي ممكن، وسيبك من المنافسة، سيبك من قصة الرياضة. أنا النهاردة بكلمك على ماركتينج أو على تسويق وعلى بيع وعلى رفع قيمة البطولة نفسها. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا. بنظرة بسيطة جدا على تاريخ الدوريات الخمس الكبرى اللي بالمناسبة أصبحت بعضها مهدد، يعني الموضوع ليه رانكينج وليه أرقام وليه تقييمات معينة، لكن خلينا نتكلم على الكراسي الموسيقية، تبادل الأدوار في فترة من فترات ممكن كنت تلاقي الدوري الإيطالي
هو المتسيد، هو المتصدر، ومن بقيه بتيجي دوريات تانية زي الانجليزي وزي الاسباني وزي الفرنساوي وزي الالماني من فتره من فترات. ويمكن المرحله دي كانت اكترها قمه النضج والمستوى لكريستيانو رونالدو وليو ميسي. الفتره دي كان الدوري الاسباني صعب جدا ان اي دوري ينافسه، لكن في العشر سنين الدوري الانجليزي اللي كان زي ما قلت لكم بعيد جدا جه عشان يكون اهم بطوله محليه على مستوى الانديه في العالم كله، يتصدر المشهد لسنوات سنوات، ويقدر وتقدر معاه الانديه الانجليزيه انها تطور وتعظم من قدراتها. وده نقطه اساسيه وارتباط اصيل بين نوع المنتج، شكل البطوله، وتطور قدرات الانديه على تطوير ذاتها. النهارده بنشوف انديه زي تشيلسي، زي السيتي، زي ليفربول حاضره بشكل اساسي في المشهد الاوروبي وبتوصل للقب دوري الابطال. لو رجعت لاول الالفيه هتجد انه نفس المشهد ده كوبي بيست، بس كان ايطالي، كان اليوفي، كان الميلان، كان الانتر، وهكذا. فهي الفكره بتبتدي دايما بالبطوله المحليه ازاي تقدر تطورها. واحنا طبعا خلاص عد تنازلي، رابطه، انتخابات، ايه المنتظر في الموسم الجديد، المنافسه اللي بتحصل حواليك، واللي يمكن كتير نجاحات الاهلي على مستوى الدولي وعلى المستوى القاري مغطيه شويه على نواقص كتير او مشكلات كتيره جدا في المنتج المحلي او البطوله المحليه. هنتكلم عن ده، وبالتاكيد هنتكلم عن اوضه اللبس في النادي الاهلي والموسم الجديد وموسم اول لمارسيل كولر مع ضيوفنا محمد الباز وحماده الشناوي محللي الكره العالميه. مساء الخير واهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك حماده. طبعا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، نور الدنيا حبيب. محمد الباز بعد غياب، احنا ايه اخر مره تقابلنا في رمضان يا راجل؟ كان في رمضان بس السادسه مع بعض على طول. طبعا طبعا طبعا. اخبارك ايه؟ كله تمام، كله تمام. طيب خلينا نبتدي الاول بالاهلي، بما انه يعني الشغل الشاغل الاهلاويه النهارده، والمسابقه لسه قدامها تقريبا شهر من النهارده عشان تبدا، ولسه غير واضحه المعالم زي ما بيقولوا. خلينا نبتدي بالاهلي وميركاتو الاهلي، موسم انتقالات صيفي، سواء صفقات بيع وصفقات شراء او صفقات عوده من اعارات. اهم الاسماء من وجهه نظركم، ومين اكثر الاسماء اللي انتوا تراهنوا عليها انها مع مارسيل كولر تكون اضافه قويه جدا لسكواد الاهلي في الموسم الجديد؟ اسمح لي ابدا بحماده. اتفضل. يلا حماده. والله انا شايف ان الميركاتو في النادي الاهلي السنه دي ميركاتو كويس، وبيتحرك الاهلي ومارسيل كولر بالاخص بيتحركوا بشكل مش كمي، ولكن هو تدعيمات في اماكن معينه. أي. وده وفقا للسيستم المحطوط. هو في طبعا انديه كتير بتروح تشتري كم لعيبه كبير، والحاجات دي بتبقى بالنسبه للجمهور مقلقة. مش مقلقة، بالعكس هو الجمهور بيحب الحاجات دي. هو الجمهور نفسه يصحى في يوم يقول لك الاهلي مثلا تعاقد مع 10 لعيبه. ولكن الناس هي فاكره ان دي حاجه كويسه، ولكن لا. يعني طول ما انت عندك قائمه رئيسيه من اللعيبه وقائمه هي احسن لعيبه في مصر، فانا مش محتاج ان انا اتحرك في حاجات كتير، لا انا محتاج اتحرك في حاجات معينه. والاهلي فعلا بيتحرك بشكل مثلا كلاس A وكلاس B. وشفنا مثلا الاهلي امبارح تعاقد مع صلاح محسن او رجعه تاني من الاعاره. كويس. وشفنا كمان الاهلي تعاقد مع امام عاشور، وشفنا تعاقد مع رضا سليم. دول ابرز الصفقات اللي جت طبعا مع كريم نيدفيت والاهلي كمان. طيب انا هقف شويه في حته الكم والكيف دي، يعني حابب انا عارف انك في المانيا طبعا، يعني محدش يعني لا يعلى عليك، بس بالتاكيد طبعا بتتابع الدوري الانجليزي وبتتابع ده. معظم الانديه الكبيره السنه دي، يعني انا بتابع الميركاتو، مش شايف موسم انتقالات من ناحيه الكم اللي تقدر تقول عليه. يعني الريال باستثناء بيلينغهام مش شايف حاجه تصنع الفارق في الريال. البايرن باستثناء هاري كين مش شايف حاجه برضو اراهن في، مثلا في رغم رحيل طبعا جوندوجان ورحيل رياض محرز، لكن انا بشوف ان لوكاس باكيتا صفقه من العيار الثقيل جدا في المان سيتي. كوفازيتش طبعا سي في محترم جدا، بس جافارديول برضه. يعني لما تيجي تتكلم على السيتي، كوفازيتش لا يرضي طموح مشجعي السيتي، اسم كبير ومهم وكل حاجه، بس يعني ما هوش. فبرضه الناس الانديه الكبيره واللي كمان عندها قدرات شرائيه كبيره جدا ما بتعملش الميركاتو اللي هو بقى بال10 لعيبه وال8 لعيبه بالظبط، لان هو الفكره بيقوم على
النيتس، احتياجاتك، احتياجاتك ايه للسكواد، ايه النواقص اللي عندك، ايه اللي انت محتاجه يكمل بيه المنظومه كلها. أي. الفكره بتقف هنا، هو انا مش محتاج ان انا يعني استقطب 5 7 10 لعيبه وخلاص. أي. من ناحيه الكم وارضي بيه الجمهور وارضي بيه مثلا الاداره وارضي بيه اي حد، لا خالص. الموضوع بيقوم على تحليل معين، انا محتاج ايه، المدرب شايف هو احتياجاته فين بالظبط، مين اللاعب اللي هيصنع الفارق اللي هيضيف معاه. يعني مثال زي ما قلت استاذ احمد، مثال مثلا البايرن السنه دي هو بيتكلم في صفقتين فقط مهمين، هاري كين، بيتكلم في المدافع نابولي اللي هو ليا او الراجل الكوري. لانه هو عارف هو عنده مشكله في قلب الدفاع، دي ليخت السنه اللي فاتت طبعا، وبعد حصل شويه اصابات في الـ في الـ في, في الظهير الايمن، في بعد كده حب ان هو يدعم صفوفه، فعارف هو مشكلته فين بالظبط. فتقريبا انا اعتقد خلال الايام الباقيه راح ساديو ماني بالظبط، يعني ان هو يشتغل فهاري كين، لان ساديو ماني ما قدرش ان هو طبعا يحقق طبعا طموحات الفريق. هو قدر ان هو يلعب مره يتعتمد عليه كتسعه صريح، وما قدرش ان هو يحقق دوت، يعني ما قدرش يعوض غياب ليفاندوسكي. نفس الكلام اللي هنربطه بالنادي الاهلي، بنركز على صفقتين او ثلاثه مع اعاده مثلا 2 لعيبه من المعارين، سواء كان كريم صلاح محسن او كريم ندفد، ولكن التركيز كله مثلا على 2 أو 3. انا اعتقد ان الاهلي رايح برضو مركز على صفقه المهاجم اللي دايما الكلام عليه. ففي النهايه، في نهايه الميركاتو هتلاقي وقفنا على 3 صفقات اساسيه، وفي لعيبه بتبقى مثلا بترجع فري او هكذا. فهو ده الفكره. يعني طب في هنا عامل متغير في منتهى الاهميه من وجهه نظري، وهو ازاي الاسماء دي هيستغلها او هيوظفها مارسيل كولر بالشكل اللي يخدم فكره وطريقه لعبه، والشكل اللي يخدم في النهايه الاهلي واحتياجاته. احنا 5 منهم عارفينهم، يعني ندفد، اكرم توفيق، كريم فؤاد، حتى امام عاشور منتخب مصر وقبل كده الزمالك وبعد كده ميتلند، عارفين اللعيبه دي وعارفين امكانياتها فين وعارفين نقط القوه والضعف عندهم. رضا سليم هو بالنسبه لنا المجهول الوحيد. صح. هل تتوقع انه مارسيل كولر مع اللعيبه دي هيطلع قماشه جديده حماده، هيطور، هنشوف نسخه مختلفه عن النسخ اللي احنا عارفينها قبل كده، سواء في الصفقات او في العائدون من اعراض؟ طيب، هو تعالى نبدا برضا سليم ونسال سؤال. حماده مركز النهارده قوي على رضا وصلاح. وصلاح صح. رضا سليم، خلينا اقول لك او نطرح سؤال. طب ما تيجي نبتدي بصلاح عشان الماتيريال بتاعته جاهزه. لو كده صلاح. يعني خلينا نبدا بصلاح. طيب، نبدا الحكايه بتاع صلاح. هو الراجل هو بيدور على مهاجم، بس مش اي مهاجم. هو الراجل عايز حاجات معينه في المهاجم او بروفايل معين للمهاجم بتاعه. حتى كمان الراجل مش باصص لارقام ولا احصائيات ولا الحاجات دي كلها. لان سهل جدا اروح اجيب مثلا مهاجم عامل لي 20 جول وفي الاخر يجي عندي ما ينسجمش. ولكن مارسيل كولر والمحلل الاداء بتاعه اشتغلوا على حاجه معينه عشان يكون مناسب للسيستم بتاعه، بحيث ان هو يحط تصور معين للمهاجم عشان لما يتحط عندي فهو يكون مناسب للسيستم. ده طبعا حاجات صلاح اللي على الهوا دي حاجات صلاح. هو صلاح هو الراجل عايز منه مثلا ده الموسم اللي فات ده مع حاجات كانت موجوده بس مع سيراميكا. بس انا ما جبتش اي حاجه ايام ما كان في الاهلي او كان في انبي، ولكن دي الحاجات اللي كانت موجوده مع سيراميكا، يعني زي ما بيقول بالظبط. هنا الفيديو ده انا بتكلم ممكن على ممكن تلعبوا لنا الثلاث لعبات دول عشان هو فيهم ثلاث نقط اساسيه حماد حابب يتكلم عليهم. طيب، الحاجه الاولى اللي كان عايزها ان هو الراجل يكون مهاجم. مهاجم يعني ايه؟ مهاجم يعني فينش، يعني تحرك جوه ال 18 بالبلدي كده، يكون حرامي. فبص، صلاح محسن هنا بيتحرك، صلاح هنا اللي سجل. صلاح اللي سجل هنا بيتوقع الكوره. دي فكره التوقع، ان انت تكون مهاجم. اعتقد دي لازم تكون موجوده في اي حد. بص هنا السرعه والتوقع، توقع غلط من المدافع وجاب جون. الحاجة التانية ودي أهم حاجة محتاجها مارسيل كولر من المهاجم بتاعه، هتخش على الفيديو اللي بعده، هي فكرة اللينك أب، إن أنت كمهاجم تقدر تستلم وظهرك للمرمى، وتقدر كمان تقدم التمريرة المفتاحية لزمايلك إن أنت تشتغل. الفيديو اللي بعده هتلاقي إن صلاح محسن عنده أكتر من لقطة بتوضح قد إيه إن الراجل فعلا مناسب للسيستم بتاعه. الفيديو اللي بعده مش ده؟ طب نروح الفيديو اللي بعد ده. اللينك الفيديو بتاع ده الفولو. ده الفولو. لا، انه الراجل بيتوقع كويس. بص هنا الكرة دي، هنا دي كرة من الخلف هتتلعب. صلاح اتحرك، بص بيريحها ازاي. دي هي الفكرة، ان انا اكسب الكرة العالية واعمل لينك اب مع الناس اللي تحت، او عشان تاخد الكرة التانية. تمام. هتلاقي حاجة تانية كمان ليه. بص كسب الكرة العالية،
هو هو برضه هو اللي مريح الكره دي المحطه والاسيست هو ده الاسيست هو مريح الكره دي بص هنا ال1 2 اللي هاته خد فاذا صلاح محسن هنا بتتكلم على فكره الربط مع الاجنحه ومع الناس اللي تحت 10 على 10 فدي عنده موجوده عنده الحاجه الثالثه وهو ازاي بيتحرك وازاي بيطلب الكوره صلاح من اذكى اللعيبه اللي بتعرف تضرب الاوفسايد لانه بيتحرك بشكل قطري وبشكل عرضي يعني هو من اللعيبه اللي ما بيتحركش بشكل عمودي انا هنا معلش ممكن لو نرجع بس للكره اللي فاتت دي مره ثانيه او هي هترجع اوكي الاستقبال ولا اروع الترقيصه ولا اجمل الفينش بس هو اللي محتاج شغل اكيد اكيد هو مش جاي كامل هو بس هو جاي عنده اساسيات يعني لا يعني بص هنا التحرك ازاي بيطلب الكره في ظهر المدافعين وكسر التسلل وكل حاجه في اكتر من لقطه بنفس الشكل وصلاح محسن لعيب الكره تحت رجله ليها معنى الفيديو ده مهم جدا تكمل الحته دي في حته معينه كده بتوضح لك ليه صلاح محسن ما بيقعش في الاوفسايد كتير وبيظبطها هتلاقي دايما لما بيجي بيتحرك بشكل قطري كده بياخد يوتيرن كده عشان يضرب الاوفسايد هي دي كل اللي كنت بتكلم عليها من شويه بالظبط فهو على مستوى الحركه لا هو بيتحرك كويس وبيعرف يطلب الكره كويس ودي من الحاجات اللي هي عايزها مارسيل كولر في المهاجم بتاعه فاذا صلاح محسن هو مهاجم بالنسبه لمارسيل كولر هو مناسب للسيستم بتاعه تكلمني انت شويه على فكره وخلينا نسمع راي باز برضو فيها صلاح من اللعيبه هي يمكن دي تكون سمه عند معظم اللعيبه المصريين يا محمد بس يمكن في لعيبه بتبان فيهم اكتر وكنت بدردش في النقطه دي مع حماده من اسمع الناحيه النفسيه فكره انك انت تحس انك انت مطلوب او انك انت داخل في حسابات الجهاز الفني او انه جهاز فني بيثق فيك وقادر يصبر عليك مره واثنين وثلاثه صلاح من التركيبه دي صلاح من النوع ده لو خد الثقه دي يقدر يعني خد بالك فانيله النادي الاهلي يعني في لعيبه كتير جدا ممكن تتالق في حتت وتكسر الدنيا بس مع الاهلي صحيح. شفنا احنا مثلا برونو سافيو السنه دي جاي قبل من بوليفار عامل شغل عالمي حتى بعد ما جاي بعد عامل شغل عالمي بس في الاهلي القصه غير صحيح ومارتل كورل ما فيش حد فينا يختلف على التطوير النفسي اللي بيشتغل عليه وده شفناه اتعكس على بيرسيتاو على حسين الشحات على اسماء كتيره جدا جوه المنظومه في الاهلي فبنتكلم على صلاح محسن لا هو واخد الثقه اكيد وكلنا ثقه ان مارسيل كولر باختياره لعوده صلاح مرة أخرى شايف فيه الحتة دي إن هو عنده سبيس عنده مساحة للتطوير عارف إن هو هيوصل بيه لفين بالظبط زي ما تعرضت الحالات دلوقتي شفنا لا هو في بعض المواصفات كمهاجم اللي ممكن يعتمد عليها فعلا كولر أنا أعتقد بالأرقام لو بصينا على الموسم اللي فات في بعض الحاجات محتاجين انا عارف كولر رايح ان هو عايز يجيبها في مهاجم الا وهي الفينشنج بالذات بالهيدنج بالراس موجود جوه العاب الهوا بالظبط ليه لان احنا بالارقام احنا عندنا اكتر من 500 كروس اتعمل السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز من النادي الاهلي 8 اهداف من الستة 63 هدف اقوى خط هجوم 8 اهداف فقط بالهيد يعني بنتكلم في كروسات او عرضيات او سواء كان حتى من كرات متحركه او كرات حتى ثابته ما قدرناش نستغلها بالشكل المظبوط ده ليه لاسباب كتيره جدا اولا ما عندناش زياده العدديه في داخل ال 18 في البوكس مع الالتحامات الهويه واللعب بالهيدنج ما عندكش راس الحربه ده اللي يقدر يخلص ده الصراحه يعني دايما لما تيجي تتكلم على مهاجم تسعه مهاجم صندوق الناس على طول الجمهور يقول لك انا عايز ستايل امبنزا فلافيو لاباكوجا عارف القطعيه بتاعت عمرو زكي مثلا الهجام اللي هو بيخش التحامات عنده قوه بدنيه صحيح. عنده تيك اوف عالي يجيد تماما العاب الراس طبعا. دي القطعيه اللي بيفكر فيها جمهور الاهلي تقريبا يعني تقريبا يعني هو مش بس على فكره جمهور النادي الاهلي هو مارسيل كولر على فكره بيفكر في القطعيه دي ويعني وبعض الاسامي المطروحه بتوضح ان مارسيل كولر رايح للقطعيه دي حتى كمان زي ما قلت لك من شويه ان الراجل مش باصص لفكره الارقام يعني مش مهم عندي المهاجم وهو جاي او قبل ما يجي يكون عامل ارقام عمليه ولكن المواصفات دي لما تيجي وتتحط في السيستم بتاعي في وجود لعيب مثلا زي علي معلول في وجود مثلا لعيب زي رضا سليم في وجود لعيب زي حسين الشحات زي الناس اللي بتقدر تصنع كم فرص جوه ال 18 اعتقد ان اي مهاجم حتى لو هو مستواه 50% مثلا يقدر مع كم الفرص دي يعمل له ارقام كتير في داخل الموسم هو اتكلم في دفع كذا مؤتمر صحفي انه هو سعيد بانه احنا قوه تهديفيه وافضل هجوم على مستوى افريقيا وعلى مستوى الدوري المحلي لكن الصداع اللي عنده هو انه الارقام اللي بنسجلها او الاهداف اللي بنسجلها
بنسبتها مش مقبوله مقارنه بعدد الفرص اللي احنا عندنا. الكلام الاكس جي المفروض طبقا للارقام فوق ال 100، 105 هدف كان ممكن الاهلي يحرزهم هذا العام من كميه الفرص الكبيره اللي ضائعه. لما نيجي نحلل الفرص دي كلها هتلاقي معظمها بنفس الشكل، هو الفينشنج في اللمسه الاخيره جوه البوكس. معظم الاهداف اللي جبناها واللعبات اللي اتلعبت دايما تلاقيها من العمق بتترمي من مثلا حسين الشحات لبيرسيتاو او الديناميكيه اللي كنا بنشوفها والتغيير المراكز. كنا بنشوف بصراحه اختلاف كبير جدا في ارض الملعب، شفنا اللا مركزيه يعني، وده اللي قدر مارسيل كولر يشتغل عليه مع اللعيبه. وده اللي خلاه محمد كمان يعني انت تحس انه اغلب اهتمامات كولر، برغم انك انت هجوميا كنت مميز خدت كل الالقاب. صحيح. طبيعي جدا لما حد يكلمني في انه هجومك فيه مشكله اقول له لا، انت عايز مني ايه تاني؟ بالزبط. يعني انا اكبر قوه تهديفيه على مستوى الدوري المحلي، اعلى معدل اهداف على مستوى دوري ابطال افريقيا، واخد كل البطولات اللي انا فزت عليها باستثناء بطوله كاس العالم اللي مش مطلوب مني ان انا اجيب لقبها. فمحدش كان في هجوم، لكن واضح جدا ان كل تحركات الاهلي في الميركاتو بتاعه هدفها تدعيم الناحيه الهجوميه. يعني انت بتتكلم على رضا سليم لاعب هجومي من وكان سبب في تتويج الجيش الملكي ببطوله الدوري طبعا. امام عاشور لاعب نص ملعب، لكن يعني اعتقد انه المهام الهجوميه بتاعت امام هو مميز طبعا دفاعيا، لكن المهام الهجوميه بتاعت امام كانت واحده من اهم الحاجات اللي خلت مارسيل كولر يتمسك بالصفقه، عشان هو عارف ان ناقص فين. يعني مارسيل كولر عارف الحته دي، مثلا بعد رحيل حمدي فتحي مين يقدر ان هو يعوض ده، على الرغم ان حمدي فتحي ما كانش ده دوره الاساسي. هي. وبدا ان مارسيل كولر يطور الحته الهجوميه او ان هو يقلبه لثمانيه او يزيد كمهاجم تاني، شفناه بشكل كبير جدا. ده تطور عمله مارسيل كولر في كاد يعوضه طبعا. اخذك لاوضه اللبس حماده، معلش قبل ما اروح انت خلصت صلاح ولا عايز في حاجه؟ لا صلاح. طب قبل ما اروح لرضا، بس انا عايز اسالك على حاجه مهمه. فضل. يمكن ما يحسهاش الجمهور، بس وجود ست لعيبه، السته ممكن يكونوا اساسيين. يعني امام محدش ينكر انه لعيب اساسي، رضا اكيد لعيب اساسي، اكرم توفيق اكيد لعيب اساسي، كريم فؤاد اكيد لعيب اساسي، كريم ندفد بالموسم اللي قدمه اللي فات يستحق يكون موجود اساسي. لما اتكلم على ست اسماء داخله اوضه اللبس جديده الموسم ده، ده مش تشالنج بالنسبه للمدير الفني ومش تشالنج بالنسبه لحاله الاستقرار مساحه الادوار اللي كانت واخداها الاسماء اللي قبل كده؟ ممكن تبقى مشكله ولا لا؟ بص، هي تبقى مشكله بس مع مدربين، ولكن مع مارسيل كولر ما اعتقدش انها ممكن تكون مشكله. وست اسامي موجوده في فرقه زي النادي الاهلي اعتقد انها عمرها ما تكون مشكله. ليه؟ لان انت الافريج بتاع الماتشات بتاعك كل سيزون من 60 وطالع. يعني انت اقل رقم ممكن تلعبه في السيزون هو 60 ماتش، واعتقد ان مفيش فيهم لاعب يقدر يلعب 60 ماتش 90 دقيقه. يعني دي مستحيل انها تحصل. الحاجه الثانيه ان انت بتلعب 4-3-3، دي بتستهلك كم لعيبه في نص الملعب؟ كتير. فانت لما يبقى عندك ثلاثه وثلاثه ليهم دكه او بدلة، اعتقد ان هي مش هتكون مشكله كبيره. يعني الحاجه الثالثه ودي مهمه بالنسبه لي، هو فكره الاعتماد على القياسات البدنيه واعتمدها عامل مؤثر في التبديلات او ان اللعيب يلعب 90 دقيقه، ده برضو شيء كويس. الحاجه الرابعه والمهمه بالنسبه لي انا برضو كشخصيا، يعني ان مارسيل كولر ما شفتش لعيب زعل مثلا ان هو اتبدل، او ما شفتش لعيب زعل مثلا ان هو بيقعد دكه. لا، هو مارسيل كولر مقنع ان هو يقول لك لا انت مش موجود الماتش ده عشان 1-2-3، لان انت مش جاهز بدنيا. والجمهور لاحظ قبل كده ان كان في تغييرات كتير بتحصل ومحدش فاهمها. يعني كان مره مثلا يطلع محمد هاني، ازاي يطلع هو احسن لاعب في الماتش؟ حسين الشحات، ازاي يطلع هو احسن لاعب في الماتش؟ لان في قياسات بدنيه انا محترمها انا كمدير فني عشان اللاعب ده يكون مستمر معايا طول السيزون. فمارسيل كولر وفقا للشغل الفني والشغل البدني وقدرته على الاقناع، اعتقد ان يعني عمرها ما تكون مشكله ان يكون في ست لعيبه، حتى لو كان الست لعيبه دول جداد، اعتقد ان عمرها ما تكون مشكله في وجود مارسيل كولر. اهم اضافه هجوميه من وجهه نظرك يا باز في الموسم ده؟ انا شايف ان كل واحد له دور هجومي بشكل كبير جدا. يعني لما بنتكلم على رضا سليم حتى وبنتكلم على امام، احنا ايه ناقصنا في رضا؟ كان ليه تركيبه كده قماشه مع الجيش الملكي، تتوقع انها
تكون نفس التركيبة نفس الدور مع الأهلي، ولا ممكن مع مارسيل كولر تلاقي رضا سليم مختلف؟ هو اختيار رضا سليم كانت أصلا قائمة على نفس القماش أو نفس طريقة اللعب اللي هو كان بيلعبها، لأنه هو عارف هو هيضيف معايا فين. الراجل في المساهمات في الأسيست في إحراز الأهداف عالي جدا، بيساهم بشكل كبير جدا. على الناحية الدفاعية أيضا الراجل بيلعب خط، بنشوفه بيلعب جناح يمين جناح شمال، عنده المرونة التكتيكية نقدر تعتمد عليه في أكتر من مكان، فأكيد إضافة هجومية لهجوم الاهلي هيبقى يكون بشكل شرس اعتقد. كمان بخصوص احنا كان ناقصنا برضو يعني زي ما وضحنا الكرات العاليه والضربات الراسيه، ناقصنا التسديد من خارج المرمى. مين اكتر حد يقدر يعملها دلوقتي في السكواد الجديد؟ هو طبعا امام بيمتاز بالحته دي، التسديدات القويه من خارج المرمى عنده دقه عاليه جدا فيها، فهيقدر ان هو مع الزياده الهجوميه راجل بوكس تو بوكس بيقدر برضو يساعدك في الناحيه الدفاعيه. بس لو هنتكلم على الناحيه الهجوميه هو عارف ناقصني ايه بالظبط، فبالتالي ان الصفقتين هيكون لهم دور كبير جدا الناحيه الهجوميه، وقد يلعبوا دور كبير جدا في الكونفرجن او تحويل الفرص الكم الكبير دوت لاهداف. طبعا هسالك نفس السؤال بما انك مذاكر رضا ومحضر له ارقام، هل تتوقع انه قماشة رضا سليم مع يعني احنا شفنا الراجل حقيقه واحده من اهم مميزاته قدرته على انه يطلع من اللعيبه اللي معاه افضل ما عنده بالظبط، وبالتاكيد طبعا هو شاف رضا وتابع رضا، والرضا مع الجيش الملكي حاجه واو. هل تتوقع انه مع مارسيل كولر يبقى في اختلاف، يبقى في تطور في سواء في الدور او في يعني في التمركز داخل الملعب؟ طيب بص، هو الموضوع تعالى نجيبه من عند كريم فؤاد. من عند كريم لو هفكر الناس، رجعنا الاول الموسم اللي فات، انا هفكرك بكريم بقى. ايوه الناس دايما كانت شايفه او احنا كلنا كنا شايفين ان كريم هو ما هو الا جناح او بيلعب باك رايت حاضر الخط، مش مطلوب منه اكتر من ان هو يعمل عرضيه. شفنا كريم مع موسيماني او في السيزون اللي قبل الاخير ده، وشفناه مع انبي حتى بيلعب ناحيه اليمين بيلعب ناحيه الشمال، هو نفس الدور. ولكن لما جه مارسيل كولر الراجل قال له لا، انت مش هتحضن الخط، انا عايزك تتمركز داخليا، عايزك تتحرك ما بين انصاف المساحه وتكمل كمهاجم تاني. انا عايز اروح برضو لرضا سليم في الحته دي. رضا سليم على مر الاربع سنين اللي لعبهم مع الجيش الملكي المركز بتاعه ما بيتغيرش، بيلعب ناحيه اليمين دايما حاضن الخط، هو مطلوب منه انه يعمل عرضيات سواء بقى ايرلي كروس فار كروس قد باك، كل انواع العرضيات هو مش مطلوب منه غير ان هو يصنع فرصه. وده اللي مخلي رضا سليم على مستوى التهديف من غير ركلات جزاء قليل. لكن امكانياته على فكره في التسديد كويسه جدا. ولو هنروح للارقام بتاع رضا سليم مقارنه بلعيبه النادي الاهلي او اجنحه النادي الاهلي والمهام المطلوبه منهم مع الاهلي هتلاقيها مختلفه تماما. عايزك تبص ان رضا سليم عدد اللمسات اللي احنا بنشوفه ده هو مقارنه بين ارقام رضا سليم وارقام اجنحه النادي الاهلي بالظبط. فين بقى معدل لمساتهم الكوره في الموسم الاخير ده؟ معدل لمساتهم في الكوره في الدوري سواء كان المغربي او المصري جوه ال 18 جوه ال 18 جوه ال 18 جوه البوكس، هتلاقي رضا سليم عامل 35 لمسه بس جوه ال 18 بمعدل 1.5 في 90 دقيقه. بمعنى ان كل 180 دقيقه بيعمل 3 لمسات جوه ال 18 رقم طبعا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي قليل جدا. هتلاقي مثلا احمد عبد القادر عامل 69 لمسه جوه ال 18 بمعدل 5 كل 90 دقيقه، بيرسي تاو 61، حسين الشحات 61 نفس المعدل. عندك كمان علي معلول الباك ليفت مش الجناح عنده 35 لمسه، هو نفس معدل رضا سليم. تعال نعمل ماتشنج بقى مع الارقام دي ونحط خد بالك من حاجتين برضو. يعني يهمني جدا وانا بستعرض ارقام زي دي واسمع راي الباس برضو، فكره انه الفعاليه بقى يعني انا لمست لكن فنشت باسيست او بهدف قد ايه، دي مهمه. دي نمره اتنين انه اللعب للاهلي غير اللعب للجيش الملكي، يعني عدد مباريات الاهلي، عدد البطولات اللي بيخوضها النادي الاهلي، قدرات النادي الاهلي الهجوميه، سيكولوجيه النادي الاهلي مختلف. تسمح لاي جناح عنده انه يوصل بغزاره، فاهم قصدي ايه؟ على فكره ده عامل مساعد مش عامل عائق بالنسبه لرضا سليم. انا رضا سليم فاهمك طبعا بالظبط. انا المعدل الراجل جايب الدوري المغربي برده مش اي لوحده. دوري يعني لوحده حرفيا الراجل مع الجيش الملكي على فكره عامل 27 مساهمه ما بين اهداف وما بين اسيستات. بس انا بتكلم في حته هنا، بتكلم ان اشوف كم اللمسات جوه ال 18 معناها ان رضا سليم هيكون قريب للمرمى كتير. يعني هو كل ده
وهو اصلا بعيد عن المرمى، بعيد عن الصندوق، يعني كم الاهداف وكم الاسيست. لما بطريقه ماتش، لما اشتغل بقى هيبقى مطالب منه التواجد زي كريم ما انت ابتديت كده، لما زي ما كريم بالظبط كان بعيد عن الصندوق، ولكن لما قرب جوه الصندوق احنا شفنا كم مساهمات مش طبيعي. الكريم بالنسبه له اصلا عمره ما سجل هدف اصلا قبل مارسيل كولر. النهارده كريم فؤاد عنده 8 مساهمات تهديفيه في معدل دايما ما كملش 1000 دقيقه. هو احنا بانيين تصوراتنا واحنا بنتكلم على الميركاتو على فيرجن 2 من مارسيل كولر. انا دايما اول سيزون لاي مدرب بعتبره موسم تعارف، تعرف على النادي والجماهيريه والبطولات والمسابقات واللعيبه والاداره، فاهم قصدي؟ سيزون 2 اكون حطيت ايدي على كل الامور، قريت كل القماشه اللي معايا، وبناء عليها ابتدي يبقى عندي المساحه والحريه ان انا احضر، اشوف انا محتاج ايه، مين مش محتاجه، مين محتاجه، التقييم للعيبه اللي موجوده معايا وهتكمل معايا الموسم الثاني، كل واحد النواقص بتاعته اشتغل عليها، عرفت انا لما هنافس في افريقيا بنافس مين، بنافس في مصر، فاهم؟ فسيزون 2 بالنسبه لي هو سيزون 1 الفعلي. احنا متوقعين انه مارسيل كولر يقدم الاهلي، فرقه الاهلي وكره الاهلي اللي احنا شفناها الموسم اللي فات، ولا احنا متوقعين نشوف حاجه ثانيه خالص؟ انا عايز اجاوب السؤال، بيقول لا، هو مارسيل كولر قبل ما يجي للنادي الاهلي او يقرر ان هو يدرب النادي الاهلي ذاكر النادي الاهلي بشكل كويس جدا. المدرسه السويسريه شويه مختلفه، شبيهه بالمدرسه الالمانيه، عارفه ان هي انا رايح ادرب النادي الاهلي، وضع النادي الاهلي فين جماهيريا، افريقيا، نادي بطولات، عارف ان الجمهور ما بيرحمش، عارف كل التحديات والضغوطات. بس ما شافش المنافسين، وممكن يكون ذاكر الاهلي لكن ما ذاكرش المنافسين بتوع، ما ذاكرش منافسينه في افريقيا، وما فهمش طبيعة المنافسة في ملاعب أفريقيا، وما فهمش طبيعة المنافسة في الدوري المصري، ولا شاف التحكيم في الدوري المصري، ولا شاف الملاعب، فاهم قصدي؟ يعني أنت ما مسكتش كل أوراق اللعبة أو كل كروت اللعبة في إيديك. بس الجميل إن هو ذاكر اللعيبة نفسها، الأهلي نفسه، السكواد نفسه. الدليل إن إحنا شفنا قبل كده في الموسمين اللي قبل كده، حتى في آخر موسم مع موسيماني، كمية الإصابات والمستشفى الأهلي اللي دايماً كنا بنشوفه. ما شفناش الكلام ده ليه مع مارسيل كولر؟ ليه ما شفناش ده؟ لأنه فعلاً اشتغل على القياسات البدنية، وعشان كان معاه راحة برضه موسيماني، عشان ما نظلموش موسيماني، ما كانش بيريح موسيماني. المواسم كانت يعني كلها موسيماني جه من الدار للنار على قبل نهائي افريقيا مع الوداد، وكمل مع الاهلي كونتينيوس، ما وقفش لحظه. كولر جه على لعيبه واخده قرار من مجلس اداره براحه من قبل ما السيزون اللي فات ينتهي، والى حد ما يعني في حاله جاب او فجوه او يعني بريك بين المواسم. اعتقد ده برضو اثر ايجابا، قياسات بدنيه اتعملت، شفناها اثناء الموسم وضغط المباريات برضو، ازاي ان هو قدر يشتغل بالروتيشن بشكل اكتر من رائع. ما هو ده برضو انه يكون عندي في كل بوزيشن وكل مركز اكتر. اتفرجت على شغله في المانيا مع النمسا، الفريق مع المنتخب، مع منتخب النمسا، وكان بعض الانديه في المانيا. هو يعني بيشتغل بنفس الطريقه، هو راجل فاهم، هو بيشتغل عليه بالظبط، دايما بيشتغل على عامل النفسي، هو قريب جدا من اللعيبه. يعني في احد البرامج تقريبا كنا مع حضرتك في احد الاساطير الالمانيه، واتسال السؤال ايه الفرق ما بين فايلر وما بين ومارسيل كولر، قال لك ان فايلر شويه ممكن يكون شويه طف، شويه عنده الحته اللي هي بيشتغل عليها النفسيه مع اللعيبه، شويه مش موجوده زي مارسيل كولر. مارسيل كولر عارف هو بيشتغل نفسي ازاي، شفنا ده مع يورجن كلوب، شفنا ده مع مدربين توخيل، حتى في مدربين كبار نفس المدرسه الالمانيه والسويسرية بتقدر ان هي تشتغل على عامل معين عند اللعيبه ازاي. زي ما قال الشناوي دلوقتي، حته اللاعب غير المينتاليتي عنده، ان هو بدا ان هو يقبل عدد الدقائق المشاركات. خلاص انا بقيت اشتغل زي اوروبا، ما عنديش بقى مشكله اشتغل بالدقائق دلوقتي، اكون جاهز. موضوع الروتيشن اللي شفناه ده كله بيقول لك ان هو اشتغل بشكل مظبوط جدا، ذاكر الاهلي بشكل كويس جدا، عمل تحليل بتاعه على كل العوامل دي، مش بس الناحيه الفنيه، يعني بنتكلم على العوامل البدنيه النفسيه الذهنيه. يعني انت شايف ان ده سيزون 2 مش سيزون 1؟ انا بالنسبه لي عندي بقى التحدي في كمية البطولات والماتشات اللي جاية، فيعني مش عايز أقول لا أنا أقدر أحكم على مارسيل، لا احنا حكمنا على مارسيل الكرة بشكل كويس. لا دي جدا. أكيد ما فيش شك يعني. لا أقصد أقوله إنه هل الراجل تقدر، هل خليني ريفريز أو أعيد صياغة السؤال، هل مارسيل كولر قدر يطبق فكره أو طريقته أو أسلوب اللعب اللي هو عايز يقدم بيه النادي الأهلي في السيزون، مع كامل الاحترام للفوز بالألقاب، وبتكلم على أسلوب وفكر مدرب في الملعب، هل قدر يطبق ده بنسبة 100% ولا في حاجات منعته ومنتظر انه يقدر يعملها مع السيزون اللي جاي؟ هو في حاجات منعته، وبس هو يعني خلينا نقول ان هو طبق من 60 ل 70% من فكره اللي كان شغال قبل كده. سواء انا اتفرجت عليه مع بازل في اكتر من ماتش، هو السيستم قريب جدا.
ولكن برضو خلي بالك طبيعة المنافسة مختلفة، طبيعة الأجواء مختلفة، حتى كمان الطابع الفني والتكتيكي لأفريقيا مختلف جدا عن سويسرا وعن ألمانيا وعن ألمانيا وعن النمسا، مختلف عن كل الأماكن. لإيه؟ لأن مثلا هنا في أفريقيا أنت في حاجتين أنت لو ضمنتهم أنت أعتقد أن أنت ممكن تاخد أي بطولة، اللي هي الكرات العالية والكرة التانية. اعتقد ان انت لو ضمنت الحاجتين دول انت ممكن تاخد، وطبعا الكرات الثابته، ضمنت الثلاث حاجات دول انت ممكن تاخد بيهم بطوله. الوداد صعد للنهائي بالطريقه دي. أي. فالاهلي مثلا الوداد السنه دي ما كانش في افضل حالاته، ورغم كده وعانى معاناه شديده جدا على مدار البطوله جد من بدري على فكره، مش بس قدام قدام سان داونز، ومع ذلك تمكن من انه يوصل بالظبط. فهو الراجل على المستوى الفردي كان بيتطور، يعني هو كان بيتعامل وكان بيتكيف بشكل، وانت شخصيا عانيت يعني انت في صحيح. مرحله المجموعات عانيت بالظبط. فهو الراجل تطور يعني واحده واحده ووصل للبيك بتاعه في فتره احنا كنا شفنا متعه اداء، وشفنا كمان نتائج في ثلاثيات في رباعيات لا وكمان المنافسين بتوعك يعني مش اي حد. فانت الراجل طبق فكره، طبق فكره طبعا بنسبه كبيره جدا. الموسم الجديد هيعمل ايه؟ لا الموسم الجديد انا شايف ان الموسم الاولاني هيشكل ضغط وعامل كبير عائق قدام مارسيل كولر، لان طبعا التوقعات عليت لما انت في اول سيزون ولسه مش عارف الاجواء ولا عارف طبيعه اللعيبه وعملت الشغل ده وعملت الشغل ده، امال السيزون الثاني انت هتعمل ايه؟ ده طبعا ده سؤال بيطرح. طيب هو ايه اللي حصل لتوماس توخيل؟ صحيح انا نسيت اسالك عشان كنت جبت سيرته كده وانت بتجاوب على السؤال بعد الهزيمه بعد لعب شايلهم ثلاثه في سوبر المانيا. هو في كلام كين راح المانيا ياخد بطولات وشد حيلك يا كين ويلا احنا كلنا وراك. هو تقريبا المشكله في كونين تقريبا هو انا بنقول كده يعني كين خلاص كان على امل ياخد اول بطوله يعني من سنين يعني منتظر اول بطوله. لا هو في كلام كبير جدا يعني سمعت كلام ان ممكن اعاده ناجلسمان مره اخرى فعلا. يعني سمعنا غريب اللي بيحصل في اداره البايرن ده فكره يعني. تغيير المدير يعني الالمان بالذات عندهم قواعد ثابته كده، المدير الفني اللي يجي يعني ما يطلعش من عندنا غير وهو بيبطل تدريب فاهم يعني. سواء منتخب او انديه مدربين هناك بيقعدوا مواسم يعني عدد مواسم لكن ناجلسمان توماس توخيل توخيل يمشي ناجلسمان يرجع مع اول دقيقه بالتتويج. هو في حد مصري ماسك النادي اليومين دول؟ هو بعد اول دقيقه بتتويج البايرن بالبونس ليجا بلقب البونس ليجا خلاص بعد خمس دقائق تم الاطاحه. هو خطف اللقب حتى السنه اللي فاتت يعني ما كانش بتاعه في الثواني الاخيره يعني بروسيا دورتموند هو اللي فرط اكتر من فكره ان اخر دقيقه هو اللي كسب. بس انت خلاص ضمنت اللقب وتم التتويج بعدها بخمس دقائق تم الاطاحه. الاهلي وامبي لما دوري ضعف هو نفس شكل الموسم ده. بس انت ان هم يطيحوا بحسن صالح حامديتش المدير الرياضي وطبعا يعني المدير الرئيس التنفيذي طبعا اوليفر كان انت بتتكلم بعد التتويج بخمس دقائق ده طبعا لتصحيح المسار. احنا كاداره قويه جدا صبرنا رضينا بتغيير ناجلسمان في عز توهجه ويعني الارقام النتائج الكبيره جدا لا خساره في الشامبيونز ليج وبعدين بتمشيه تجيب توخيل ضمان يعني ان هو ما يروحش ريال مدريد او اي فريق تاني. لا انت غيرت السيستم يعني قدرت ان انت تبوظ المنظومه بشكل مختلف. هم صبروا عليه خلاص ضمننا اللقب بالسلامه خمس دقائق. شكرا اوليفر كان حسن صلاح حمديتش في نفس الدقيقه وبدا ان هو يعيد بقى توازن تاني طب لكن هم في ثقه كبيره في توخيل للامانه يعني هو يعني هو الكلام ده كلام اعلام ما اعتقدش ان هيعملوا نفس الغلطه ويجيبوا ناجلسمان تاني. برضه ما تقدرش تحسبها يعني كتير. بطوله شفنا السيتي وشفنا فرق كتيره بتقع في السوبر او البري سيزون بيبقى فيه شويه البطولات الدوليه اللي هي الوديه ديت وشفنا توتنهام شفنا حتى الماتش الاخير امام برشلونه يعني بطولات بتبقى شويه نقدر نقول حتى السوبر مش البطوله القويه قوي هناك في المانيا زي الكاس دايما تلاقي البايرن ميونشن مش تركيزه هنا اكتر تركيزه تشامبيونز ليج والبطوله الدوري. طيب اروح معاكم للميركاتو في على مستوى الدوري شويه شايفين الميركاتو ازاي وده هل يغير من الخريطه ويغير من شكل المنافسه في الموسم الجديد ولا يبقى الحال على ما هو عليه؟ لا طبعا انا يعني طبعا خريطه التعاقدات الموسم ده يعني خريطه هتغير طبعا في المنافسه أي. بشكل كبير. احنا شايفين بيراميدز عامله صفقات كبيره جدا يعني جابوا ثلاث لعيبه من فيوتشر تقلوا جايبين كمان مهاجم اجنبي اعتقد ان هو هيكون هو المنافس الاول للنادي الاهلي على مستوى الدوري اعتقد ومتاكد كمان بنسبه 100% ان بيراميدز هيكون المنافس. شفنا اللي معاهم سكواد كويس الزمالك ما دخلش الميركاتو باي حاجه حتى هو على فكره يعني بيراميدز من ساعه ما طلع يعني من ساعه ما غير الهويه بقى اسمه بيراميدز
طول عمره عنده سكواد كويس، ويمكن يكون في فترات كان عنده سكواد افضل من السكواد اللي موجود دلوقتي. بس الزمالك القصه مش قصه سكواد، القصه ان الزمالك وحش، القصه ان هو الزمالك ما عندوش سكواد يساعده ان هو يكون في التوب فور. يعني يعني في انديه وسط جدول عملت ميركاتو، انا شايف ان هو اقوى من الاسامي اللي موجوده داخل نادي الزمالك يعني. وده مش تقليل من نادي الزمالك، ولكن دي حقيقه ورؤيه فنيه انا شايفها، ممكن اكون غلط وممكن اكون صح، دي حاجه مش بتاعتي يعني. بس يعني انا شايف ان اكتر نادي اتمنى انه يعني يرجع هو الزمالك، لان وجود الزمالك في المنافسه يعني، سيبك من التتويج وان انا يهمني الاهلي يكسب طبعا اللقب والبطوله، لكن البطوله نفسها بيبقى فيها ليها طعم تاني. طبعا ايوه، اهلي وزمالك طبيعي يعني، اهلي وزمالك يعني اجمل الدوريات اللي احنا شفناها لما كان اهلي وزمالك واسماعيلي التريو ده بينافسوا مع بعض يعني، يبقى في اهلي وزمالك ويخش معاهم بيراميدز زي ما انت بتقول عامل ميركاتو كويس، يخش معاهم طبعا الاسماعيلي صعب الاسماعيلي، بس يخش معاهم مثلا اتحاد، يخش معاهم زد، متوقعين حاجه لزد السنه دي؟ زد يعني لو كان موسم كويس بالنسبه لي يعني اعتقد انه يكون وسط جدول ويهرب عن دوامه الهبوط. انا اشوفه في منتصف الجدول بالظبط يعني. وبالنسبه لي بيراميدز مش جديد ان استقطاب لعيبه وصرف مبالغ كبيره، بشوفها كل سنه يعني تقريبا. بيختلف شويه من المراكز، ولكن طبعا هو منافس وشفنا اخر سيزون. دي اللي يمكن نتكلم عليها شويه في يعني فكره انك انت يبقى شويه اوضه اللبس الدنيا فيها الى حد ما مستقر. مش يعني ممكن تبقى مشكله بالظبط يعني، عندك اسماء كبيره اوريدي وتدخل عليها اسماء كبيره، فيبقى السكواد كله مع عدم وجود جماهير لا بتبقى معادله صعبه قوي قدام الاداره انها تعمل كنترول على الدنيا. صحيح، اوضه اللبس طبعا الموضوع ان انت بتخش عناصر جديده على اوضه اللبس دي، هو زي ما قلنا يعني هو المدرب طبعًا عليه عامل كبير جدا طبعًا. قوه الشخصيه ان هو يقدر ان هو يعمل الانسجام والهارموني ما بين كل اللعيبه ديت. على فكره احنا شفنا حتى مروان عطيه دخل على طول في الاجواء، ما شفناش اي اختلاف، حتى خالد حتى اي لعيب الفتره اللي فاتت ما شفناش اختلافات كتيره، حتى سابيو يعني حتى عدم مشاركاته مش كتيره، ولكن ما شفناش اي مشاكل في اوضه اللبس، ما حسيناش باي حاجه، دايما في هارموني لا اللعيبه حتى القدام ما حسيناش باي حاجه. وانا اتوقع ده حتى في مع الصفقات الجديده، لا هو الاهلي منظومه معروفه حتى داخل اوضه اللبس بره اوضه اللبس، اداره قويه جدا تقدر ان هي تحكم وتسيطر على اي حاجه. طيب خليني اخد منكم خطوط عريضه بما ان احنا بنبدا موسم جديد والكلام على الرابطه وانتخابات. واحد الاول، تقييمكم للموسمين يعني، هل شايفين الرابطه نجحت ونجحت لاي مدى في فكره انها تقدم منتج الدوري المصري بالشكل اللي احنا بنتمناه؟ ما حدش هيعمل التغيير في يوم وليله، لكن بالتاكيد الناس دي اشتغلت، كانت ليها بصمات، عملت انجازات. تقييمكم ايه لقصه الرابطه، وجود رابطه بتدير المسابقه والبطوله بتاعه الدوري المصري؟ عشان اكون امين بصراحه، الرابطه اشتغلت يعني اشتغلت وعملت كل حاجه تقدر تعملها. ايوه، ولكن طبعا مش ده المتوقع، لان الدوري المصري او المنتج المصري عموما هو مش محتاج رابطه تشتغل، هو محتاج كل الناس تشتغل عشان تطلع منتج كويس يعني. احنا محتاجين جمهور، محتاجين التصوير يكون كويس، محتاجين اخراج كويس، محتاجين تحكيم كمان كويس. فكل ده الحاجات دي مش هتقدر تعملها الرابطه لوحدها، ومش هتقدر تعملها في يوم وليله. أيوة. ولكن كجهد السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، لا بكل امانه بصراحه الدوري بيحصل فيه تطور، حتى لو كان التطور ده بطيء ولكن هو موجود. فبصراحه شغلهم واضح. انت ممكن تتحرك بطيء، بس ممكن يبقى حواليك ناس بتتحرك بسرعه تستهلكه برضه، ولا ايه؟ صحيح. صح؟ يعني هو ان الدوري ينتهي في الاسابيع الماضيه يعني شايفه احسن وافضل من في بروجريس يعني اللي المواسم اللي قبلها دي. اول بس انت برضو بتفنش دوري والعالم كله بيبتدي دوريات يعني، انت بتخلص بطولتك والعالم كله بيبتدي. هو ده يعني اوكي، في تحسن مش كبير ولكن شايفين ان احنا على التراك. بس انت تيجي من الناحيه الثانيه تقلق بطولات جديده يعني في بطوله في السوبر النيل، اسباق بطولات ثلاثه ولا اثنين جداد، وكمان يلعب فيها اربع فرق، بتعمل لود اكبر على الـ على الـ على الفرق يعني. طب انا كنت اتوقع ان ممكن نهدى الموسم ده نعديه بنفس البطولات الموجوده، ونبدا بقى الابتكار من المواسم القادمه يعني. حماده، شايف الموسم اللي جاي اكتر حاجه ممكن تتحسب او تحددها كتارجت للبطوله ايه؟ يعني لو عايز تاخد الدوري وتطلع بيه، هو بالتاكيد انت عندك مقاومات كبيره، عندك انديه، عندك تاريخ، عندك جماهيريه وشعبيه غير طبيعيه لا تقارن باي دوله في افريقيا ولا في الوطن العربي، عندك قماشه ومواهب، عندك بطولات وتاريخ. يعني ازاي تاخد البرودكت ده او البراند بتاع الدوري المصري ده وتطلع بيه لفوق؟
ايه الاهم حاجات اللي تحصل من وجهه نظرك؟ الحاجات اللي تحصل هو السؤال بس يطرح، او انا عايز ابيع المنتج بتاع ده لمين؟ او اوديه فين؟ ده سؤال مهم. انت عايز تخلي الدوري بتاعك يكون جوه بيت مصر والناس مهتميه، فاذا انت لازم تعمل حاجات. انا محتاج انجح منتج محليا الاول. ده في الاول، دي القاعده بتاعتي. بالمناسبه على فكره الدوري المصري مش هو نمره واحد على مستوى المشاهده في مصر هنا. لا، النمره واحد هو الدوري الانجليزي 85%. يجي وراه بعد كده الدوري المصري 80%. فانت جوه بيتك مش هو افضل واحد. مش رقم واحد. فاذا انا اشتغل على ان هو يكون رقم واحد في المقام الاول، وبعد كده اشتغل على تسويقه بره مصر في البلاد العربيه اللي حوالينا. فانا عشان اعمل كده انا لازم يكون عندي منتج قوي حماسي يجذب اي حد يجي يتفرج عليه. فاذا انا محتاج ان الجمهور يكون اكتر من كده. ايوه، الجمهور اهم حاجه. محتاج يكون عندي تصوير افضل من كده. محتاج يكون عندي تحكيم، محتاج يكون عندي اخراج، محتاج يكون عندي منافسه، محتاج يكون عندك دوري جديد. انت كده بتتكلم. دي الحاجات اللي المفروض اللي سريعا جدا يا باز. انا يعني عشان وقتي بس يهمني اسمع التجربه الالمانيه. انا اعتقد الالمان على مستوى اوروبا زي الدوري المصري هنا، عندهم انديه كبيره، عندهم تاريخ، عندهم امكانيات، عندهم لعيبه، لكن مش هو نمره واحد على مستوى الدوري على مستوى الدوريات الاوروبيه. مظبوط، هو يعني نفس الكلام. يعني هو دايما الدوري الالماني او المانيا ما بتفكرش بالطريقه مثلا على نفس النهج السعودي ان احنا نستقطب بقى لعيبه نجوم كبار جدا علشان اكسب مشاهده اكتر واعمل منتج بقى مختلف عالمي اشد الجمهور العالم كله ليه. لا، هو المانيا هي اللي بتخرج لعيبه للدوريات كلها. ولكن لا، هو من ناحية الجماهيرية، من ناحية طبعا الإخراج، من ناحية الملاعب، من ناحية كل دوت، لا بتمتاز بشكل كبير جدا. صحيح. لأن في نجوم كبيرة جدا الدوريات الأخرى يا أستاذ أحمد هي اللي بتدور جوه ألمانيا وبتستقطبهم. بلينجهام وعد بقى وأسماء كتيرة جدا طبعا. فهنا هي ديت. احنا على كل تفصيلة من أو كل نقطة من اللي قالوها سواء الشناوي أو الباز دلوقتي تحتاج حلقات وحلقات عشان ندخل في تفاصيلها ونشوف إزاي ممكن تطورها. بتهيألي أكتر حاجة ممكن تركز عليها الرابطة في السنة الجاية بعيدا عن الناحية التقنية الجمهور، اللي بشوف إنه لو عاد إلى حد ما بشكل واضح هيدي إثارة وهيدي طعم وهيدي شكل جديد جدا للدوري المصري. استمتعت بيكم، بعتذر لدي الوقت بس بشكركم على وجودكم معايا. حمادة الشناوي، محمد الباز، شرفوني نورتوني في السادسة النهاردة. شكرا جدا. شكرا زعم. شكرا لكم. ويعني دعوة لبداية موسم بقى يكون ممتع ومبهج إن شاء الله بإذن الله، سواء بره أو جوه عندنا هنا في مصر. إن شاء الله. أشكركم على المتابعة، تحياتي ليكم. بكرة حلقة جديدة في نفس الميعاد، السادسة دايما على شاشة الأهلي.